الامر بتاع الطوارئ موجود، وانه الاجهزه الامنيه هي اللي بتسيطر على العمليه الانتخابيه في كل ولايات دارفور. وفي شمال السودان هنا تقدمنا بطلب مع القوى السياسيه المعارضه للمفوضيه ببعض المسائل المتعلقه بطباعه اوراق الاقتراع اللي تم من قبل عمليه مناقشه، وتم كان لشركه خارجيه المفوضيه يعني سأتابع هذه المناقشة معك أستاذ أحمد، ولكن اسمح لي سأعود إلى دمشق. سيد أبو اسكندر السوداني، الحركة في سياق الإعلان عن الانسحاب وسحب المرشحين والمقاطعة استثنت ولايتين في الشمال، هما كما تعرف كردفان والنيل الأزرق المجاورتين لمناطق الجنوب، إلى ما يؤشر هذا برأيك؟ هذا الأمر هو فعلا مؤشر هام جدا جدا. الحركة الشعبية لتحرير السودان لديها وجود حقيقي في هاتين المنطقتين، وهي أدمجتهما ضمن بروتوكولات اتفاقية السلام، وهناك خلاف بين الحركة الشعبية وبين المؤتمر الوطني حول المشورة الشعبية في قانون الذي الحركة الشعبية تفهم أن المشورة الشعبية في هاتين المنطقتين هي تقرير مصير لسكان هاتين المنطقتين بحيث الانضمام إلى الشمال أو إلى الجنوب، والمؤتمر الوطني يفهم المشورة الشعبية بأنها لا تتطرق لهذا الموضوع وإنما إعطاؤهما حكم ذاتي إقليمي. هذا معناه يعني مثل ترتيب المسرح لاحتمالات الانفصال. ولكن إن نظرنا إلى الأمر من ناحية أخرى، يعني دعنا نحدد بؤرة الأزمة. دائما هناك أزمة تكون بالسطح، يعني المظاهرات، الانسحابات، القرارات، التصريحات المتضاربة، كل هذا يشير إلى وجود أزمة في السطح. ولكن دعنا ننتقل من السطح إلى العمق بحيث نضع يدنا على بؤرة الأزمة. أين توجد بؤرة الأزمة لكي نتعرف عليها، ثم بعد ذلك نحدد منابع الأزمة، ثم بعد ذلك تتحدد معالجة الأزمة، لأنها لا يمكن أن تتم بدون تجفيف منابع الأزمة. أنا أعتقد بأن الأزمة هي أزمة ثلاثية تتكون من ثلاث، كانت من طرفين في الأول، هما حزب الأمة والحركة الشعبية. بمعنى إذا اشتركت الحركة الشعبية في الانتخابات فإن حزب الأمة سوف لن يستطيع أن يقاطع، وإذا لم يقاطع حزب الأمة فإن الأحزاب الصغيرة الشمالية المتحالفة معه بالضرورة سوف تشترك. إذن أنا لا أود أن أطيل عليكم، لكن أرجو أن تستميحني دقيقة أو دقيقتان. يعني سأعود إليك في هذا التحليل أستاذ أبو اسكندر، ولكن أعود إلى أستاذ أحمد عيسى ورأي المؤتمر ورأي الحزب الحركة الشعبية لتحرير السودان حول ما يقال عن انقسام داخل هذه الحركة. يعني المؤتمر الوطني يتحدث عن انقسام خطير، اليوم سودان تريبيون تحدثت بوضوح عن أن هناك انقسام بين المكتب السياسي والقطاع الشمالي حول تأخير الإعلان عن الانسحاب، البقاء، العودة. ما صحة هذه المعلومات التي ربما من أكثر من مصدر تتواتر عن أن هناك انقساما داخليا في صفوفكم؟ هذا الأمر غير صحيح، أن الحركة موحدة بكل اتجاهاتها، سواء كان القطاع الشرقي أو القيادة بتاعت الحركة الشعبية اللي تمثل في المكتب السياسي. فإن الذي حدث عبارة عن ممارسة ديمقراطية، عندما أكدنا للمكتب القيادي أن هنالك تجاوزات في القطاع الشمالي ورفعنا تقرير للمكتب السياسي فهو عاد الأمر للقطاع الشمالي. قالوا كوننا لجنة من المكتب السياسي للجلوس مع القطاع الشمالي والنظر حول التجاوزات اللي تم في العمليه بتاعت الانتخابات، ولذلك تركوا هذا الامر من اللجنه المكونه من المكتب السياسي بالتشاور والاتفاق مع القطاع الشمالي، هذا الذي تم. نعم. استاذ احمد عيسى، ارجو ان تبقى معي، سابقى في الخرطوم. استاذ احمد عيسى، ارجو ان تبقى معي، سابقى في الخرطوم. معنا موفد قناه العالم الى الخرطوم حسين مرتضى. حسين، ارحب بك معنا في تحت الضوء. اهلا بك زميل وليد. اهلا حسين، هل لك ان تضعنا في اجواء الاستعدادات للمرحله القادمه، مرحله 11 من نيسان؟ هل تاكدت الاجواء المهيئه للانتخابات فعلا، ام ان طارئ ما قد يؤجل هذا الاستحقاق؟
لا يمكننا القول لأن يعني العملية الانتخابات سوف تجري في موعدها وكل الاستعدادات قد استكملت في هذا السياق، وكل يعني التجهيزات على الصعيد اللوجستي إن كان فيما يتعلق بالمفوضية القومية للانتخابات تتحدث بأن صناديق الاقتراع وأقلام الاقتراع أصبحت جاهزة، السلطات الأمنية تتحدث بأن الخطة الأمنية كذلك أصبحت جاهزة، خلال الساعات القادمة سيكون هناك انتشار مكثف للقوى الأمنية في شوارع العاصمة الخرطوم وبالطبع في المدن الأخرى، حيث تم تقسيم العاصمة الخرطوم إلى عدة مربعات أمنية. ويعني أحب هنا أن أشير، قبل قليل كان لنا لقاء مع رئيس البرلمان السوداني، لقاء خاص، وقد أكد لنا فعلا أن كل الاستعدادات قد اتخذت وكل الإجراءات استكملت، وما يجري الآن على الساحة السودانية من ربما تصريحات من قبل البعض وخصوصا المطالبات بتأجيل هذه الانتخابات هي تأتي ضمن السجال الانتخابي إذا صح التعبير، وتأتي ضمن يعني التنافس الانتخابي، لا يمكن التراجع عن موعد إجراء الانتخابات. ستجري الانتخابات بالطبع، هنا أحب أن أشير، على مدى 3 أيام في 11 و12 و13 من الشهر الحالي. طيب حسين، فيما خص موقف حزب الأمة، يعني هناك تضارب في حقيقة الموقف، المعلومات تشير إلى أنه ربما مساء اليوم قد تحسم مسألة المشاركة من قبل الصادق المهدي في هذه الانتخابات، هل لديكم معلومات عن نية حزب الأمة في هذا الموضوع؟ وليد، بالأمس كان هناك اجتماع يعني مطول حتى منتصف الليل تقريبا استمر هذا الاجتماع، ما سرب عن هذا الاجتماع أن قرار حزب الأمة المشاركة في هذه العملية الانتخابية، ولكن ربما صدرت بعض التسريبات أنه ربما يتراجع حزب الأمة عن هذا القرار، ولكن حسب ما أعتقد وحسب المعلومات التي تشير التي حصلنا عليها يعني قبل قليل، المعلومات تشير إلى أن حزب الأمة سوف يستمر في هذه العملية الانتخابية وسوف يشارك في هذه العملية الانتخابية، خصوصا أن كان هناك تصريحات لرئيس حزب الأمة الصادق المهدي بأن المطالب التي تحدث عنها وطالب بها قد ربما أنجزت كلها، خصوصا المطالب التي تحدث عنها فيما يتعلق بالإعلام والحريات وما شابه ذلك، وأن المفوضية قد استجابت إلى كل المطالب التي تحدث وتقدم به حزب الأمة. الأمور تتجه نحو المشاركة، ولكن ربما الساعات القادمة تحمل شيء في طياتها، ولكن أعتقد أن الانتخابات وأن حزب الأمة سوف يشارك من خلال التوقعات ربما تتجاوز المشاركة ما بين 60 إلى 70%، ستكون نسبة المشاركة من قبل الناخب السوداني. ويعني تصريحات البعض أو انسحاب البعض ومقاطعة البعض في أماكن معينة عمليا لن يؤثر على سير العملية الانتخابية، خصوصا موضوع الحركة الشعبية في القطاع الشمالي. البعض يعني يتحدث أن قرار الحركة الشعبية لأن في هذه المنطقة تحديدا ليس لديها الشعبية الكبيرة وهي تدرك حجمها في هذه المنطقة، وهناك ربما توافق حتى بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني بما يتعلق بالانسحاب من هذه المنطقة تحديدا. أحسن مرتضى، موفد العالم إلى الخرطوم، شكرا جزيلا لهذه المشاركة القيمة. أعود إليك سيد أبو اسكندر السوداني في دمشق حول هذه القضية، قضية المشاركة وعدم المشاركة للأحزاب وللحركة الشعبية. هناك نقطة طرحت في الساعات الماضية هي حقيقة الموقف الأمريكي من تأجيل الانتخابات، كيف قرأت تصريحات غريشن أولا ثم المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ثانيا والحديث عن تأجيل تقني لوجستي ما إلى هنالك؟ في الإدارة الأمريكية يوجد اتجاهين، أحدهما اتجاه ديمقراطي واقعي معتدل يمثله سكوت غريشن وبعض النخبة الحزب الديمقراطي الجديدة التي صعدت إلى إدارة أوباما مؤخرا، وهناك اتجاه صقوري تمثله جماعة صقور الإدارة الأمريكية وعلى وجه الخصوص المجموعات التي ظلت موجودة ولم تبارح الخارجية الأمريكية والبيت الأبيض، إضافة إلى بعض العناصر الديمقراطيين المتحالفة معهم. وقد بدأ هذا الارتباك واضحا في مساء عندما تم الإعلان عن السياسة الأمريكية الأخيرة إزاء السودان، إذ أن هناك خلافا، فقد كان سكيت غريشن ومعوضه مسؤول العلاقات الأفريقية بالخارجية الأمريكية أقرب إلى